بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. احنا first of all طبعا بنشكر organizing committee for this marvelous organization، وبنشكر شركة هيرو الحقيقة اللي اعطتنا الفرصة ان احنا نتقابل يوم الاربعاء بدل الخميس والجمعة بس. طبعا زي ما انتم شايفين دي الشاطبي زي ما احنا عارفين، وبقالنا 15 سنة بنحطها عشان نقول احنا فاضيين واحنا بنخدم اسكندرية واللي حواليها، وزينا زي القلعة بالظبط. الواحد عشان يحط رجل على رجل كده على رشدته الحقيقة لازم يبقى updated، ولازم يبقى exchanging experience with his colleagues all the time. كل كلام على الكوفيد 19 الحقيقة احنا خدنا في رحلة جامدة جدا مع الدكتور حازم والدكتورة منال، ازاي الكوفيد 19 والفيرينس الحقيقة كان رائعة جدا بالنسبة للفيرولوجي. لكن تعالوا نشوف بقى احنا كلينيشنز، احنا بيدياتريشنز، طب دورنا ايه في الحتة دي وهاو تو جيت. كان في ديبيت كبير جدا على اليوز اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وعشان كده الحقيقه وي هاف تو جو ثرو تو سولف ات او تو كوندام. لو شفنا السيمبتومز بتاع الكوفيد 19 هنلاقيها فيفر وبين وانفلاميشن، وده الحقيقه اللي لفت نظرهم للكومبليكيشن او البوست كوفيد 19 او الكاواساكي لايك سندروم اللي هو مالتيبل سيستم انفلاماتوري سندروم اوف تشيلدرن او الميسي. ليه؟ لان ده برضه انفلاماتوري كونديشنز، وبالذات هل ده مجرد ان هو complication ولا post covid 19 affection، وهو ان الموضوع inflammation في different system في different parts of the body، وفي نفس الوقت مع fever مع pain everywhere مع neck pain مع abdominal pain مع generalized body aches، فكل ده خلاهم يتحمسوا ويدوروا على الفيفر هنا. والفيفر بالنسبه لنا في البراكتس ده every day bread and butter، مش كده؟ في مصر الحقيقه برضه ما عتقوش، احنا بنستخدم الترمومتر وزي ما انتم شايفين واحنا داخلين على باب الاوتيل هو بيشوف الحراره. اي دوت انه حاطه معاه بطاريات في الترمومتر ده. فديفنتلي احنا مش سيريس انف في اور كونسيرن. واتس اوفر كلنا عارفين ان الانتي بايوتكس بيشتغلوا باي انهبيتنج ذا انزيم سايكل اوكسجينيز. دول النون سترويدال انتي انفلاماتري، وبالتالي هم هنا لما شافوا لقوا ان مش مجرد بس انهم بيشتغلوا على سايكل اوكسجينيز ولهم لهم اذر افكت، بالذات في انهانسنج الانتي انفلاماتوري اكشن او سيجنالز في سايت اوف انجري وبوستنج ذا انتي بايوتيك مسج تو ذا برين. يبقى الموضوع مش مجرد بس الكوكس انهبيشن وخلاص. طيب ما هو ده السيناريو بتاع الموضوع، ان احنا عندنا بروستاجلاندين اي 2 والانتي بايوتيك والنون سترويدال انتي انفلاماتوري هيشتغلوا على الميكانيزم اللي هي انهبيت ذس ستيب، وبالتالي مفيش استيميشن للانتيريور هايبوثالامس ولا انيفيشن للثيرمال ريجولاتري سيت بوينت، ونوقف الفيفر ات ذات بارتيكولار بوينت. لكن الفيفر ستيل ثريد، وموست اوف ذا بيبل ار هافينج فيفر فوبيا. عشان كده الحقيقه لازم ندور على انتي بايريتك في اي كونديشن سبيسيفيك اللي بقى في الناس اللي هيجي لهم كوفيد 19. ده مش الفيفر بس، ده في جنرالايز بادي اكس وفي سبيسيفيك بارتس اوف ذا بين، فمحتاجين ديفرنتلي تو ابولش ذا بين اوف ذيس تشيلدرن. البين زمان لو خدنا بالنا في الميديكيشنز كانت كلها بتعتمد على ايه؟ هيروين، كلوروفورم، حاجات توسيديت سترونجلي لكن ما هياش بين كيلر. فاحنا ديفرنتلي محتاجين بين كيلر ان ذا مانجمنت اوف ذيس كونديشنز اوف كوفيد 19. هي انفلاماتوري رياكشن وكمان البوست كوفيد 19 ميسيز في التشيلدرن بالذات فيها هاي انفلاماتوري رياكشن. الانفلاميشن الحقيقه زي ما احنا عارفين ذا رياكشن تيكس بليس ان ذا مايكرو سيركليشن ليفل اند اتس كومبوز اوف ذا فولينج تيشو دامج وسيلر فاسكولار ريسبونس ميتابوليك تشينجز تيشو ريبير. ده الكلام اللي احنا كلنا عارفينه، وزي ما فاكرين باي ديفينيشن ان احنا بنتكلم على سيلف ديفنس ميكانيزم، يبقى ده نون سبيسيفيك لوكالايزد immune reaction of the organism which tries to localize the pathogen agent. يبقى الانفلاميشن مش مجرد reaction ولكن ده protective mechanism from the body، وبالتالي احنا we have to go through. فاكرين انتوا الكلام بتاع زمان بتاع الباثولوجي بتاع الفايف ساينز بتاع الورمز والريدنس والسويلنج والبين والloss of function؟ احنا محتاجين definitely لحاجه anti inflammatory to stop the reaction and its sequence. عشان كده الدور بتاع النون سترويدال انتي انفلاماتري كان من الاول من زمان. لو شفنا الهيستوري هنلاقي ان احنا ستارتنج 1899 لما واحد الماني فليكس هوفمان في باير
اكتشف الاستايساسيليك اسيد ان له انتي بايريتيك رياكشن. ولو فاكرين الناس اللي قدام اللي زينا فاكرين الريبو ده كان زي الملبس والصيدليه يديك الباقي كمان ريبو. يبقى النون سترادر انتي انفلاماتوري هو الاسبرين كان فيري كومنلي يوز لحد ما من 20 سنه قال لا ده ريليتد للريس سندروم وكوندام تو بي يوز ان شيلدرن اتول. نيجي بعد كده سوري بس مش شغال كويس. يجي بعد كده الايبوبروفين. الايبوبروفين طلع في انجلترا بوتس في ستيوارت ادمز اكتشف الايبوبروفين مولكيول واستخدمها سنه 1961. تخيلوا في امريكا استخدموها بعدها ب 13 سنه 1974 لما عمل اف دي ابروفل للايبوبروفين يوز. ريسنتلي بقى في سويسرا نوفارتس اللي هي بقت اللي هي كانت اصلا سيبا جاجي اكتشفوا المولكيول بتاع الدايكلوفيناك واستخدموه 1973. يبقى ده السيكونس اوف ايفنتس اللي ايه الانترودكشن اوف مولكيولز لها الرول بتاع النون سترويدال انتي انفلاماتري. طبعا المصريين برضو ما اعتقوش وشافوا الروشته دي اللي رايحه للصيدليه وحاول تقرا موجود عليها. هي دي عباره عن كتافلاي للسخونيه لكن معلش قطف لام الملوخيه ولا حاجه. فانا افهم الميديترز رايت فروم اركادويك اسيد الرياكشن الكاسكيد بتاع الانتي انفلاماتوري رياكشن او الانفلاميشن والرول بتاع الانتي انفلاماتوري انيت. لو بصينا هنا كده عندنا ستيمولس هيجو ثرو ديستربمنت للسيل ممبرين وده اللي هيطلع لنا الفوسفوليبيدز اللي هتعمل الرياكشن اللي هيخش في الكاسكيد رياكشن في ناحيتين. هيوصل الاركادويك اسيد ومن الاركادويك اسيد هنا في فوسفوليباز هو اللي هيخلي الفوسفوليبيدز يتحول لاركادويك اسيد. وبعدين في عندنا تو سيستس اوف رياكشنز اوف انزيماتيك رياكشن على ناحيتين، على ناحيه الليكوترين عن طريق اللايبو اوكسجينيز والايه والسايكل اوكسجينيز هيشتغل على الناحيه الثانيه عشان يدينا البروستاجلاندين والبوست سايكل عن طريق السايكل اوكسجينيز. يبقى دول الرياكشن اللي هيوصلنا للايه للانفلاماتوري ميديتورز. طيب هنا هيكمل السايكل ويوصل بيها للانفلاماتوري رياكشن عن طريق الريليز اوف ليكوترينز والفاجوسيليك اكشن والاكتيفيشن ويبقى في انفلاميشن. لما يحصل ريليز للليكوترينز هو كانفلاماتوري ميديتورز هيحصل برونكوسباز وانفلاماتوري رياكشن وميوكوس سكريشنز. لما يكمل الثرومبوكسين هيدي الليكوسايت ميديوليشن رياكشن وانفلاميشن. يبقى الاند ريزلتس بتاعتنا كلها انفلاماتوري رياكشن من اول الستيمولس سواء اندوجينس او اكسوجينس. فيجي هنا يشتغل بقى الانهبيتورز. لو اشتغلنا بالفوسفوليبيز انهبيتورز والكورتيكوسترويد على الستيم هيوقف رياكشن عند الفوسفوليبيز مش هيكمل الرياكشن بالانفلاماتوري ميديتور. لكن النون سترويد انفلاماتوري واستاسيليك اسيد هيشتغلوا على السايكل اوكسجينيز على الكوس. ولما اشتغلوا على الكوكس هنا هيوقفوا الكاسكيد على ناحيه ولكن الرياكشن على الناحيه الثانيه بتاع اللايبو اوكسجينيز هو لسه ستيل رياكتيف. وده كان الحقيقه الكومنت بتاعه الناس اللي بتقول نوت يوز نون سترويدال انتي انفلاماتوري ان كوفيد 19 لان هو هنا لقوا ان اتس ا كايند اوف سايتوكاين ستورم وبالتالي الليكوترينز والانترليوكنز بيزيدوا جدا في الحته دي. فلما بتعمل انهبيشن على وان سايد او وان ليمب او ده كاسكيد بيروح توردز ذا اذر سايد وبيزيد الرياكشن بتاعه. ده كان السايتس اللي فيها عشان كده استخدموا في الايرلي تريتمنت اوف كوفيد 19 الانترليوكن انهبيتورز 1 و 6 عشان يوقفوا الرياكشن بتاع اللايبو اوكسجينيز ما يكملش الليكوترينز. يبقى هنا لو شفنا الدياجرام ده هيورينا ان في انكريز الليكوترينز لو استخدمنا النون سترويدال انفلاماتري على الايه كانتي كوكس. طب تعالى نشوف بقى النون سترويدال انفلاماتري ودورها ايه والديبيت اللي كان عليها كبير قوي. الكوفيد 19 زي ما قالوا زمان طبعا الحقيقه باستفاضه والسارس كوفيد 2 وازاي وليه وكده احنا بص ما اتقناش لازم ندخل كل حاجه اور سنس اوف هيومر طول الوقت. قال لك ده احنا متربيين عليه شيء ساده وشيء بالشوكولاته كورونا ايه وبتاع ايه ما احناش محتاجين له وعملوا الاعلانات بتاعتهم ان ده الكورونا بس بشكل جديد. نفس النظام الطريقه وقالوا بصوا بقى ما احنا كلنا عندنا كورونا دلوقتي ما احنا يا خلطتنا يا مخلطين يا هنخالط يا بنخالط يا اخدناه يا واخدينه يا هناخده يا بناخده. ديفنتلي هو الدايره كلها بقت كوفيد 19 فروم ذا بيجينينج تو ذا اند. وعشان كده في ناس كتير قوي مش مقتنعين بالفاكسين بيقول لك هو ايه ما يعني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الكورونا فيروس ديزيز 2019 زي ما قال الدكتور حازم خلوه الكوفيد 19
لكن احنا بقينا ذا شيلد، ودي المأساة الحقيقية الحقيقة، ان احنا كدكاترة احنا ذا فيرست لاينر فيكتيمز، وي هاف تو كونسيدر ات. عشان كده اذا كنا بنتكلم على الباكسين زي ما قالت منال، وات ايفر ات از وي هاف تو جو ثرو، عشان احنا ما احناش جيش يا جماعه، احنا مش جيش لا ابيض ولا اخضر ولا اصفر، احنا دكاترة، عمرنا ما هنبقى جيش. الجيش له ناسه، لكن احنا دكاترة، ومش ما قسمناش القسم عشان نموت عشان العيانين، احنا قسمنا ان احنا نحافظ على حياتهم هم، مش نضر حياتنا احنا. فلازم ناخد البريكوشنز واضحه وكلير كات. ده المالتي سيستم انفلاماتوري سيندروم ان شورت، وهدينا تشانس ان احنا نعرف ان احنا بنتكلم على كاسكيد اوف انفلاماتوري اكشن، والكاسكيد ده ستيج في الايرلي ستيج اوف انفكشن، وبعدين يبتدي يخش على البلمونري بارت ويعمل سيستميك رياكشن ويبقى في مالتي سيستم organ failure مع المالتي سيستميك انفلاماتوري ديس اوردر اوف children. ده شورت رياكشن، انا مش هدخلكم في تفاصيل لان الدكتور حازم والدكتوره منال شرحوا ده كتير، لكن احنا هنا بنتكلم على البورتال اوف انتري والكاسكيد اوف ايفنتس في اول ستيج اللي هي البلمونري، عشان كده كانوا متخيلين ان هو بلمونري ديزيز فروم ذا بيجينينج تو ذا اند وخلاص. لكن هنا في البرو انفلاماتوري رياكشن لقوا بقى ان هو بيشتغل على الايه اي سي 2 انهبيتورز او الاي سي تي ريسبتورز اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ريسبتورز، وهو ده البورتال اوف انتري اوف ذا فيروس. عشان كده كان كلامهم على الانتي هايبرتنسيف ان هو هنا ده اجنس الكو 1، ففي الحاله دي انا كده سيفد الكو 2 وكترت الرياكشن بتاعه، هو بالانس بين 1 وبين 2، فال2 هيزيد الريسبتور سايت وده يبقى جود بورتال اوف انتري فور ذا فيروس، وبالتالي الفيروس لود هيبقى عالي على البيشنت. ولقوا الحقيقه ده بس بوستيوليشن وما هواش كوفنت. فلما شفنا هنا في سايتوكاين رياكشن اوفر رياكشن ويسيب كل الايه الاورجنز، وعشان كده بيبقى مالتي سيستم انفلاماتوري رياكشن اول تايم. برضه المصريين ما سكتوش، قال لك طب يعني هتفرق بقى الكوفيد 19 من البرد العادي ازاي؟ فقالوا بمنتهى البساطه هنديله نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، خاف يبقى برد، ما خافش ومات يبقى كورونا. واتس ايفر ده الكوفيد 19 ويوز اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. في الساينتفك بارت بقى لازم نبص ونشوف الريسيرش ونشوف ال WHO اول ما طلع الحكايه دي في ابريل 2020 قالوا يوز اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ان بيشنت ويز كوفيد 19، لان كانت الايه في كلام كتير قوي عليه. هنكبر الجزء ده ونشوف ايه ده الريبورت بتاع اليوز اوف انتي ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ان بيشنت ويز كوفيد 19. الكونكلوجن بتاعهم بيقول ايه؟ At present there is no evidence of severe adverse events, acute healthcare utilization, long-term survival or quality of life in patients with COVID-19 as a result of the use of non-steroidal anti-inflammatory. يعني ده merely coincidence، ما هوش evidence-based ان في عندنا relation direct بين both of them. لكن ده الحقيقة، فكان لسه في ابريل 2020 وما فيش evidence whatsoever. لما اتكلموا بقى وعملوا الريسيرش بعد كده بشوية، جت في البوست ميديسن دي في 8 سبتمبر 2020 يعني بعديها حوالي 5-6 شهور، ابتدوا يعملوا ادفرس اوتكم اوف امورتاليتي اند موربيديتي يوزرز نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز هو تيستد بوزيتيف. عملوا ايه يا جماعه؟ هم جم وهم عاملين ستادي باترن بالشكل ده، خدوا كل الناس اللي هم تيستد بوزيتيف فور كوفيد 19 وعملهم كاتيجورايزيشن بالهيستوري، العيان ده عنده باست هيستوري اوف ديزيز ولا لا، وبياخد ميديكيشن ويتش تايب ميديكيشن، واللي بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وتابعوهم لمده شهر. كل الناس اللي طلعوا بوزيتيف ايه في الدنمارك في الدانش بوبيوليشن، وشافوا مين منهم كان بياخد نون ستيرويدال انفلاماتوري ومين ما بياخدش والكونسيكونس اوف ايفنتس قد ايه. كان الكونكلوجن ان ذا يوز نون ستيرويدال واز نوت اسوشيتد وذ ان انكريز ريسك اوف 30 دايز مورتاليتي، مش بس مجرد الرياكشن على طول، or adverse outcomes in patient infected with SARS-CoV-2 cohort Danish. يبقى اخذوا كل Danish population اللي طلعوا بوزف at that particular time. جه في البيت مش الجورنال، الحقيقه كانوا كونسرفاتيف اكتر شويه، او لا احنا مش هنعتبر ده، لكن مش هنستخدم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري كفيرست لاينر، احنا هنستخدم الباراسيتامول الاول وبعدين ايه نستخدم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري لو العيان مش ريسبونسيف. وقالوا ان احنا محتاجين لبندنج فوردر ريسيرش عشان نكون ايه
need to move this issue. ده الكلام اللي كان على ال EC2 inhibitors والزي الرياكشن على الريسبتور سايتس، وبرضه ان مفيش دايركت ريليشن بين both of them، بس ده كان منشوف في اللانست، واللانست انتوا عارفين مجله محترمه. يبقى هنا الاديشنال ورز البيشنت تيكينج انجيوتنسين كونفرتنج انزيم او انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، دول الحقيقه مفيش مشكله هي كونتينيو اون ذا سيم ميديكيشن as soon as they are using it from the start قبل ما يحصل لهم COVID-19. النايس اللي هو National Institute of Health and Care Excellence في انجلترا حطت ده برضه في ابريل 2020 كريكومنديشن not to use the first line ولكن to use it as anti-inflammatory. دول الحقيقة في ايطاليا عملوا حاجة تانية مختلفة خالص. الناس بتوع الأورثوبيديك عندهم ملايين من الناس اللي عندهم أوستوأرثرايتس وبياخدوا نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري فروم ذا ستارت، فما وقفوش وعملوا الستادي بتاعتهم على لونج تيرم بيشنت اوريدي ويز نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري، وفي الاخر ما لقوش فعلا ريليشن بين ايه نون ستيرويدال وريكومندنج كونتينويشن تو يوز اوف نون ستيرويدال في الناس اللي هم اوريدي ديزيز. طب تعالوا نشوف الابديت بقى في الكم الشهر اللي فاتوا دول بيقول ايه. ده الايزي يوز اوف نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري او الايرلي يوز اوف انتي انفلاماتوري دراجز ان كوفيد 19، قالوا بقى ان بيعمل ايه؟ ريفرس ذا باثوجينيسيس بريفنت كومبليكيشنز اند امبروف ذا كلينيكال اوتكم. يبقى ده كان بالعكس خالص بقى، ان احنا لو ابتدينا بدري هنوقف الانفلاماتوري كاسكيد وبالتالي مش هنجو ثرو ذا سايتوكاين ستورم. وده الحقيقه اللي كان موجود في البايو ميديسن اند فارماكوثيرابي، وبيقول في 2021 ان احنا في الحاله دي لو احنا قدرنا ان نستورد انتي انفلاماتوري في الكاسكيد اوف ايفنتس بدري قبل ما يحصل مور كومبليكيشنز، قبل ما يحصل انفلاماتوري رياكشن مور يوصل بقى حتى ايفن البوست كوفيد 19 مس، لا قالوا لا احنا هنوقف هنا. وعشان كده كان اليوز اوف كورتيكوسترويدز، الناس اللي بتاخد الكورتيكوسترويد ايرلي ان ذا ديزيز كان الاوبجكتيف ان يوقف الانفلاماتوري رياكشن كاسكيد. يبقى الكونكلوجن بتاعهم كان بيقول ان النسترودال هاف بين براكتيكلي افويدد فور تو فيفر انالجيزك انتي بايوتيك والفارستامول اللي مالوش ايه واضح انتي انفلاماتوري افكت، فهم ريكومندنج تو يوز الباراستامول، هو هيشتغل كانتي بايوتيك لكن كانتي انفلاماتوري في الكاسكيد اوف ايفنتس مش هيبقى له دور عالي. وده الحقيقه في اللانست، وانتم عارفين اللانست از ريسبكتبل جورنال نشر الاستدي دي في مايو و2021 يعني بقى لنا اهو تقريبا شهر وشويه، وقالوا ان نسترودال انتي فلاتي دراجز يوز اند اوتكم اوف كوفيد 19 ان ذا ستراك كلينيكال كاركتريزيشن بروتوكول في يو كي. وده الحقيقه بروتوكول قديم اللي هو الكلينيكال كاركتريزيشن بروتوكول، ده كان معمول عشان يشوفوا السبيكتروم او المورتاليتي والموربيديتي بتاع ديفرنت تايبس اوف ديزيز، وكان معمول من 2017 وابتدى يرجعوه تاني او لا سوري 2009 ويرجعوه تاني في 2021 عشان ايه يستخدموه تو اسس ذا كونديشن ويز كوفيد 19. وعملوا هنا الاستدي بقى على كام واحد؟ على 78,000 واحد، لان بقى عندنا عدد يسمح بقى بان احنا نعمل الاستدي على عدد كبير قوي. واخدوا شافوا الناس كهارت، خدوا مش عارف ليه 4005 I don't know why، لكن هم خدوا 4005 patients already on non-steroidal anti-inflammatory from the start. هذا إيه؟ هذا therapy before COVID-19 catching. وخدوا ناس 4005 برضو اللي already ما خدوش. وخدوا 4005 اللي هم حصل لهم infection وخدوا non-steroidal anti-inflammatory. ده في انجلترا. وكان الانتربريتيشن بتاع الريزلت يقول نون ستيرويدال انتي فلاتي يوز از نوت اسوشيتد وذ هاير مورتاليتي اور انكريس سيفيريتي اوف كوفيد 19، بوليسي ميكر شود كونسيدر ريفيوينج ايشوز ادفايسد اراوند نون ستيرويدال انتي فلاتي بريسكرايبنج اند كوفيد 19 سيفيريتي. يبقى لازم ايه نراجع نفسنا شويه عشان من ايه، لان كان الوزير الصحه الفرنساوي في 2020 طلع وقال احنا كفرنساويين مش هنستخدم نون ستيرويدال انتي فلاتي خالص، وده الحقيقه كان الرد الواضح من انجلترا على الاستدي على 78,000 patients on a time. نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز عملوها انتربريتيشن لنفس الاستدي، بس عملوها بقى فيردر انتربريتيشن وقالوا منها ستيل ذا سيم ان احنا ما احناش ريكومندنج الايه الافويدنس اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، ان احنا محتاجين نتعامل معاه ك
انتبيوتيك كانالجيزيك وكانتي انفلاماتري ان ذا بروسيس. الحقيقه اللانست انا جايب بس الاوبن ليتر بتاعهم ده لان هم كانوا السنه دي ايه متعاطفين مع غزه وقالوا ان هاف تو ستوب ذا فايولنس اجينست ذا سيفيلين بيبل ان غزه ونشروه ان اوبن ليتر تو ذا بيبل ان غزه. عشان كده احنا بنتكلم على تريات على فيفر على بين على انفلاميشن فاحنا محتاجين لميديكيشن تو اوفركم ذا بروبلم وفي الحاله دي محتاجين لانتيبيوتيك لانالجيزيك لانتي انفلاماتري all together مش simply like this individually one by one عشان to combat the symptomatology and the expected complication of COVID-19 or to minimize the suffering of patients with these conditions. برضو احنا في مصر هنا ما عتقناش قال لهم الوقاية خير من العلاج واحنا محتاجين للفاكسين فقال لك الفايزر الفاكسين محتاج ايه cold preservation minus 70 قال لك طب يعني ما احنا عندنا ايس بوكس اهو تمام بالفايزر وهنوزع الفاكسين او الست الطيبه دي اللي قاعده في السوق وعندها الايه اللقاح الروسي واسوفر المصريين برضه زي ما انتم شايفين نشروا الصور دي على الميديا ان في الهند عشان يستخدموا الفايزر فاكسين فابتدوا يسقعوا العربيات اللي بتنقل وترامب لما خد التشاينيز فاكسين بقى شكله عامل ازاي واسوفر الحقيقه احنا عندنا سنس اوف هيومر عالي و ده كان المسج بتاعتنا احنا محتاجين نستخدم النون ستيرويد انتي باتري وي نيد ات جو ثرو دونت وري لانها ما لهاش علاقه مباشره بالايفيدنس بيز بالكونسيكونس اوف ايفنتس ولا المورتاليتي اوف كيسز كوفيد 19 ودي اسكندريه نتمنى ان احنا كلنا نستمتع بوجودنا وفروم سان رايز تو سان سيت وشكرا جزيلا وبرضه قبل ما نخلص لازم نفتكر استاذنا اللي علمنا كل اللي احنا بنعمله ده وربنا يرحمه ويحسن إليه ويكون في ميزان حسناته معنا شكرا جزيلا.